مكونات عبارة عن شروط حركية ونفسية بتساعد في عملية الإنجاز مع باقي المكونات. أنا بستخدم هذه القدرات التوافقية مع عناصر الأداء الحركي وعناصر الجوانب البدنية مع القدرات الحركية حتى أكون لاعب يستطيع الإنجاز، حتى أوصل اللاعب لمرحلة الإنجاز، حتى أوصل اللاعب إنه يصل بمستويات عالية جدا، مستويات تليق أو يقدم الفورمة الرياضية ويصير اللاعب عنده إنجاز عالي، لازم إني أنا أستخدم مصطلح أو بعض المكونات اللي سميناها القدرات التوافقية. وهذه القدرات التوافقية مثل ما حكينا هي مفهوم سابق للرشاقة، فاستبدلت الرشاقة بمفهوم التوافق القدرات التوافقية، وهي 7 عناصر. وهذه القدرات التوافقية ما بتظهر كقدرة منفرد، يعني أنا لما بدرب على قدرة من قدرات التوافقية ما راح أدربها بشكل منعزل، راح أدربها مع التكنيك، مع التكتيك، مع الجوانب البدنية، مع الجوانب الحركية، لأنها في النهاية راح تخدم قدرات الإنجاز عند اللاعب. في النهاية أنا بدي أصل في اللاعب إني أطور فيه ويصل بالإمكانية البدنية والمهارية والتكتيكية والتكنيكية لأعلى المستويات. فهي جزء من هذه الحركات، قدرات التوافقية لا يتم التدريب عليها مفردات. يعني ناخذ مثال، احنا لما ندرب على القوة المميزة بالسرعة، القوة المميزة بالسرعة والوثب عن الحواجز، احنا بندرب قوة مميزة بالسرعة، هل هذه بتخدم السرعة وبتخدم في نفس الوقت القوة، ممكن تكسب تخدم التحمل. فأنا في هذه الحالة ما دربت عنصر لحالة. وكذلك القدرات التوافقية لما يتم التدريب عليها ممكن خلطها مع قدرات بدنية، ممكن خلطها مع حركات تكنيكية، أو ممكن ربطها مع قدرات حركية، ممكن ربطها مع التكتيك حتى أصل لقدرات توافقية وأحسن القدرات التوافقية. فالقدرات التوافقية بالمفهوم الحديث عبارة عن شروط حركية ونفسية عمل الإنجاز الرياضي، هدفها أن أوصل اللاعب للإنجاز الرياضي، أطور من قدرات اللاعب للوصول. لأن كل شغلنا في التدريب الرياضي في النهاية أن إحنا نوصل اللاعب لأعلى القدرات للوصول للفورمة الرياضية، ويصير عنده ستايل عالي في تكنيك المهارات، وبالتالي راح يصير في عندي تطور في الأداء المهاري والخططي عند اللاعب نتيجة اشتراك هذه العناصر مع بعض. هذه القدرات التوافقية مش إحنا ليش بنشتغل عليها؟ ليش إحنا قسمناها بهذه الطريقة؟ من أجل إن نعدل في نوعية الأداء الحركي، لأن أنا هدفي إني أغير في الأداء الحركي، يصير في عندي أداء حركي عالي عند اللاعب. فمن خلال القدرات التوافقية اللي راح نفهمها خلال المحاضرة ونفهم شو الشغل عليها وكيف نشتغل عليها، هذه القدرات لأنها بدها تحسن من نوعية الأداء الحركي، بدي يصير في عندي ستايل عالي، بدي يصير عندي قدرات عالية في الأداء الحركي، وبدي يصير في عندي انسيابية في الحركات. الانسيابية هي التوافق بين العضلات، يكون في عندي لاعب قاعد بعطي المهارة بطريقة الاقتراب وطريقة الطريقة الرئيسية والطريقة الختامية، بحيث إنك لما تشوف اللاعب تقول هذا اللاعب ستايل عالي. فأنا بدي أحسن من نوعية الحركة، وبدي أحسن من انسيابية الحركة اللي هي آخر إشي أنا بقدر أصل له في تعليم المهارات، هي الانسيابية في الحركة، بحيث إن اللاعب بيأدي الحركة بعضلاتها المناسبة، بإمكانياتها المناسبة، بطريقتها المناسبة، بتحليلها الحركي المناسب. أيضا بدي أوصل اللاعب لقدرة اللاعب على التنويع في الأداء الحركي، لأن الحركة مش جامدة، يعني الحركة أنا لما أدرب عليها ممكن تيجي في ظروف في الملعب مختلفة، ممكن يصير عندك في داخل الملعب شغلات مختلفة، فأنت لازم تنوع في الأداء حسب الظروف الموجودة عندك. فنتيجة القدرات التوافقية والتدريب على القدرات التوافقية راح أصل على نوعية الأداء الحركي، نوعية الأداء الحركي العالي، انسيابية في الأداء الحركي بالإضافة على قدرة في التنويع في الأداء الحركي وسرعة التعلم الحركي. وهذه شغلة مهمة جدا جدا، إن القدرات التوافقية لما ندرب عليها إحنا اللاعبين هدفنا بالأساس إن نشغل القدرات الموجودة في داخل الدماغ والسيالات العصبية والخرائط الدماغية الموجودة في الدماغ لشان نسرع في عملية التعلم الحركي. عشان إحنا بنقول قدرات توافقية يتم التدريب عليها في سن صغير، لازم اللاعب يبلش يتحسن بالقدرات التوافقية من سن صغير من شان نساعد اللاعب على تعلم الحركات.
وفي مثال عليها ان بعض اللاعبين، في لاعب من اللاعبين اللي كان عنده مشكله في التعلم الحركي، انه كان في عنده مشكله في لاعب اسمه مايكل اوين، كان في انجلترا، كان عنده مشكله في دقه التصويب، فعملوا له برنامج كامل في القدرات التوافقيه من شان يحسنه للاعب بيجري سريع، عنده انطلاقه سريعه، عنده كل شيء موجود، بس ما عنده دقه في التصويب وضيع وما بياخذ ما بيجيب اهداف بالشكل الصحيح. فعملوا له برنامج كامل حتى متعلق في القدرات التوافقيه، حتى سرع في طريق التعليم الحركي عند اللاعب، عند هذا اللاعب. ايضا من القدرات التوافقيه الاهميه اللي لها او الانعكاسات اللي تنعكس عليها الاقتصاد في الجهد، لان احنا بنعرف اذا احنا تعلمنا المهاره بشكل صحيح وكانت المجاميع العضليه الخاصه في المهاره هي اللي بتشتغل، راح يصير في عندي اقتصاد في الجهد، يعني ما راح اصل للتعب بالشكل العالي، وما راح يكون عندي يعني ان انا ابذل جهد عالي من اجل ضرب الارسال مثلا في كره الطاره او دفع القله، لا انا ببذل الجهد المناسب لهذه المهاره، بمرر الكره بين مش ما اقدرش اوزع جهدي على داخل المباراه ولا اوزع جهدي على مهاره معينه، لازم يكون عندي قدره على توزيع الجهد على المهارات واعطاء المهاره القوه المناسبه والسرعه المناسبه في اداء المهارات. عشان هيك بنقول لما نبلش نعلم المهارات تهتمش في السرعه، تهتمش في القوه، حتى اللاعب يتعلم المهاره، طب بعدها بده يصير يشغل العضلات المناسبه في هذه المهاره من شان نصل لمرحله الاقتصاد في الجهد، ويصير عندي اللاعب يوزع جهده بشكل صحيح. ايضا بتنعكس القدرات التوافقيه على تكييف البرامج الحركيه الذهنيه، واحنا اصلا شغلنا في تعليم المهارات على الجانب الذهني، فانا بحاجه، لان التكيف مش فقط تكيف فسيولوجي، التكيف في التدريب يمتد الى التكيف الحركي والتكيف المهاري والتكيف التكتيكي والتكيف النفسي، فانا بدي اوصل اللاعب من خلال القدرات التوافقيه اللي بدي ادرب عليها انه يصل لتكيف البرامج الحركيه الذهنيه، بحيث انه يكون عنده صوره ذهنيه عاليه عن المهارات وعن السيالات العصبيه والامور والجوانب اللي بتعلق في المهارات اللي احنا راح نكون فيها. القدرات التوافقيه يا جماعه سبع مكونات او سبع عناصر او سبع اجزاء، قلنا ان قسموها لسبع مجموعات: القدره على تقدير الوضع، القدره على الربط الحركي، القدره على بذل الجهد المنافس المناسب، القدره على الحفاظ على التوازن، والقدره على الايقاع الحركه او الايقاعيه، القدره على الاستجابه السريعه، والقدره على التكيف مع الاوضاع المتغيره. هذول السبع عناصر مكونه للقدرات التوافقيه اللي احنا بدنا ندرب عليها: القدره على تقدير الوضع، والقدره على الربط الحركي، ايضا القدره على بذل الجهد المنافس، والحفاظ على التوازن، والقدره الايقاعيه، والقدره على الاستجابه السريعه، والقدره على التكيف مع الاوضاع المتغيره. هذول السبعه راح نجيهن ونشرح واحده واحده، مش راح نخليهم يعني تاهين. القدرات الحركيه او القدرات التوافقيه مرتبطه في ثلاث مفاهيم. في عنا ثلاث مفاهيم: المفهوم الأول القدرة على التعلم الحركي، في عنا المفهوم الثاني القدرة على التعلم الحركي، المفهوم الثالث القدرة على التحكم الحركي، المفهوم الثالث القدرة على التكيف الحركي. إذا ثلاث مفاهيم اللي هي القدرة على التعلم الحركي، ولما نقول القدرة على التعلم الحركي السبع عناصر اللي ذكرناها من القدرة على الربط كلها تشتغل في التعلم الحركي، تخدم التعلم الحركي. لما أنا بشتغل على هذول العناصر السبعة أنا راح أخدم التعلم الحركي، يعني أنا من شان يصير اللاعب عنده قدرة على التعلم الحركي بشكل عالي جدا، السبع عناصر لازم أشتغل عليهم في التدريب تبعي. طيب القدرة على التحكم الحركي، إن اللاعب يصير بعد ما تعلم المهارة يصير يتحكم في المهارات ويكون في عنده قدرة على استخدامها بالشكل الصحيح، بدي مهارة عنصر الربط الحركي، بدي عنصر الإحساس والتمييز، وبدي عنصر القدرة على الاتزان، وبدي عنصر قدرة على التوجيه، بالإضافة على قدرة الإيقاع الحركي. طيب وإذا أنا بدي أشتغل أو أصل لمرحلة التكيف الحركي، تكيف اللي هي صارت المسارات العصبية جاهزة وصار عندي قدرة أني أدي المهارة بشكل صحيح،
باجي للعناصر اللي هي القدرة على الاتزان، والقدرة على التوجيه النفسي، القدرة على الإيقاع الحركي، وقدرة رد الفعل، وقدرة تبدير ضبط الوضع. هذول القدرات الثلاث. إذا القدرات الحركية أو القدرات التوافقية تدخل على ثلاث مصطلحات: التعلم الحركي، والتحكم الحركي، والتكيف الحركي. التعلم الحركي مرتبط في السبع عناصر، التحكم الحركي مرتبط في أربع عناصر، والقدرة على التكيف الحركي مرتبطة أيضا في أربع عناصر. يعني هذول العناصر لما تكون موجودة وأنا جهزتها، معناها أنا راح أقدر أكون عندي تكيف على الحركات اللي أنا بشتغل عليها. الأربع عناصر الموجودة هان هي اللي بتخدم عملية التحكم الحركي، بينما في التعلم الحركي أنا بحاجة للسبع عناصر مجتمعة. شو الأهمية اللي إحنا ممكن نستفيد منها في التدريبات التوافقية؟ طبعاً التدريبات التوافقية بتخدم جميع الألعاب، لكن كل لعبة إلها خصوصيتها، كل لعبة إلها طريقتها، إلها مواصفاتها، إلها حيثياتها. فحتى أنا يكون عندي استفادة من اللعبة لازم أعرف شو خصوصية الأداء الحركي للعبة، وشو الأمور الفنية المرتبطة في هذه اللعبة، حتى أنا أقدر أكيف وأستغل القدرات الحركية في عملية اللي هي التدريب تبعي، وأستفيد منها في الأداء الحركي الموجود. أول شغلة بستفيد من القدرات التوافقية تقليل الزمن في تعليم المهارات. يعني أنا لما أدرب اللاعب وأهتم في القدرات التوافقية، لما أعطيه مهارات راح يكون عنده سرعة في أداء المهارات وتعلمها، لأن اللاعب جاهز من ناحية توافق حركي. التوافق، القدرات التوافقية جاهزة، معناها اللاعب مش راح يوقف معي وقت طويل وأنا أعلم فيه في المهارات. عشان يقول الأولاد الصغار من سن 6-7 سنوات نبلش فيهم في القدرات التوافقية، لأن القدرات التوافقية بعد سن 12 سنة وبعد انقطاع فترة البلوغ بصير صعب جدا أنك تنميها عند اللاعب. النوع الثاني أو الهدف الثاني أو الأهمية الثانية تحسين جودة الأداء. الأداء أنا ما بدي بس يتعلم، أنا بدي أداء مثالي، بدي طريقة تكنيك المهارة تكون عالية جدا، بدي اللاعب لما يكون بأداء المهارة يكون ستايل تبع عالي. فأنا بدي أحسن في جودة الأداء، مش بس بدي أدي المهارة. النقطة الثالثة بدي أقتصد في الجهد، يعني بدي أنا أقلل الجهد اللي بكون فيه. لما أنا أشغل المسارات العصبية بشكل صحيح ويصير الأعصاب تعطي الأوامر بالشكل الصحيح للعضلات العاملة وإيقاف العضلات المقابلة، هذا راح يوصلنا لمرحلة إني أنا ما بشغل عضلات مش موجودة، أشغل عضلات فقط اللي لازم تشتغل في المهارة. النقطة الرابعة استغلال القدرات البدنية. بما إني أنا شغلت السيارات العصبية بالشكل الصحيح وصار في عندي تكنيك عالي، معناها أنا وصلت اللاعب لاستغلال القوة الصحيحة، السرعة المناسبة، التحمل المناسب. فأنا حتى أعرف شو سرعة الأداء اللي بدي أكون فيه لازم يقضى عندي إشي اسمه اللي هي قدرات توافقية وتحديد الوضع، لأن أنا إذا بشتغل بشكل عشوائي ما راح أبدي القوة المناسبة. فأنا لما أصير في عندي ربط حركي صحيح واتخاذ وضع صحيح والالتزام في الحركة بالإضافة للإيقاع السليم للأداء المهاري، هستغل القدرات البدنية بالشكل الصحيح. ليش عمل كل قدرات توافقية؟ عشان احنا نقتصد في الجهد ونعطي جودة عالية في الأداء ونتعلم بشكل سريع، ويكون في عنا استغلال للقدرات البدنية بشكل مناسب. أيضا استغلال المهارات في المواقف المناسبة. كيف يعني؟ يعني أنا في القدرات التوافقية بعلم اللاعب إنه يكون في عنده حلول، أن يكون في عنده تحكم في المهارات. وطبعاً بدي أعطي باص، شو المسافة؟ بدي يصير في عندي إحساس في الزمن في اللي أنا في المسافة اللي أنا بدي أوديها، بدي يصير في عندي سرعة رد فعل في الأداء. فأنا بستخدم هذه المهارات في المواقف المناسبة اللي أنا بحاجة إلها في هذه اللحظة، بصير في عندي قدرة إني أعرف وين أستخدم هذه المهارة وفي أي وقت وبأي شكل وبأي طريقة ضمن عضلات معينة وضمن جهد مناسب، بالإضافة إلى أن يكون ستايل عالي جداً والتعلم الحركي راح يصير سريع جداً للمدرب. تحديد الاشتراك مع باقي الأجهزة والقدرات. كانت قدرات توافقية بتخلي الأجهزة عندنا إحنا في الجسم، حتى يتحرك الجسم في عندي عدة أجهزة بتشتغل، في العضلات، في الأعصاب، في الجهاز الدوري، في عندنا الجهاز
العضلي. فأنا لما يصير في عندي قدرات توافقية عالية راح أعمل عملية ترابط بين هذه الأجهزة، فبصير في عندي القدرة الانفجارية عند اللاعب تكون أكثر. إحنا كنا اللاعبين مش دائما بتدرب على القوة من أجل تطوير القوة من خلال زيادة مساحة المقطع العضلي، إحنا كنا بندرب على القوة أحيانا من أجل إيش؟ من أجل نزيد عدد الوحدات الحركية. طب شو بنستفيد من عدد الوحدات الحركية؟ بنستفيد إن إحنا بدل ما تستخدم عضلات معينة راح تستخدم جميع العضلات الموجودة في داخل المجموعة الثانية، ويصير في عدد الوحدات الحركية المشاركة في التمرين أكثر من الوحدات الأخرى. أيضا القدرات التوافقية بتساعدنا على سرعة التعلم في حال الحاجة إلى تعلم مهارات جديدة. يعني أنا دربت على القدرات التوافقية، اللاعب جاهز من ناحية القدرات التوافقية، مع الوقت صار يظهر عندي طرق تكنيكي جديد للمهارة أو تعديل على المهارة الموجودة عند اللاعب. كون اللاعب جاهز وعنده قدرات توافقية جيدة رح نصل، رح نقدر نعدل على أداء هذا اللاعب، رح نقدر نغير في الأداء، ورح نقدر نضيف مهارات جديدة إذا توفرت عند اللاعب. بمعنى يعني لاعب كرة طائرة سابقا في قبل 1996 كان ممنوع إنك تضرب القدم الكرة في رجلك، لا صارت مهارة اليوم إنه ممكن إنك أنت تدرب عليها اللاعبين تشوف يرجع الكرة في رجلك. هذه مهارة جديدة لاعب كرة طائرة، إذا ما كان عنده قدرات توافقية راح يكون في صعوبة في تعليم المهارة الجديدة اللي قرأت على اللاعب. بدنا نروح على القدرات التوافقية واحدة واحدة ونحكي فيهم، وبعدها في الآخر نعطي أمثلة عليهم كيف إحنا ممكن نستفيد منهم في الألعاب اللي إحنا بندرب. أول قدرة من القدرات التوافقية القدرة على تقدير الوضع. شو يعني القدرة على تقدير الوضع اللي بالنسبة للاعب، أو شو معنى هذا المصطلح؟ اللاعب لازم يكون عنده إحساس في الوضع اللي هو موجود فيه، مكاني بينه وبين زميلي، مكاني بين المدافع، مكاني بينه وبين الحارس إذا أنا رايح على الجول، مكاني بينه وبين الكرة، مكاني بينه وبين أي جهة معينة. فأنا لازم يكون عندي قدرة على تقدير الوضع، على تقدير الوضع المتغير لجسمي وللأشياء المتحركة. أنا بدي أعرف جسمي وين والكرة اللي جاية علي منين، لما بدي أمرر أعرف إن أحسب المسافة اللي بينه وبينه، المدافع اللي جاي علي هل أنا كحارس مسافة بينه وبينه صحيحة ولا مش صحيحة. هذه بدها قدرة تقدير وضع، قدرة اللي هي جزء من قدرات التوافقية اللي بندرب عليها. لاعب كرة الطائرة لما بمرر الكرة للخلف هذا مش شايف الزميل، عنده في قدرة لتحديد وضع هل أنا بعيد عن زميلي ولا أنا قريب، أنا في مركز أربعة وبدرب الكرة لاثنين وهذا طاري، إذا بدي أقدر المسافة اللي بينه وبين اللاعب. هذه بنسميها قدرة تقدير الوضع اللي هي أول عنصر أو أول مكون من مكونات اللي هي القدرات التوافقية اللي هي قدرة تقدير الوضع. واللاعبين الجمباز بيستخدموه مشتين، لأن اللاعب الجمباز بيشتغل في مساحة معينة ولازم يقدر المكان اللي هو موجود فيه. أيضا لاعبين الفرق الجماعية والفردية، لأنك أنت في إحساس بينك وبين الكرات الموجودة، إحساس بينك وبين الخصم كمدافع أو زميلي، فلازم أعرف أنا أقدر الوضع اللي أنا موجود فيه والوضع اللي راح أتغير فيه. لما أنا كلاعب كرة طائرة معد تجين كرة في منطقة بعيدة وبدأ أمررها للخلف أو بدأ أدفعها للأمام من منطقة، فلازم يكون في عندي قدرة على تقدير الوضع. هذا أول مكون من مكونات القدرات التوافقية. المكون الثاني من قدرات التوافقية بنسميه القدرة على الربط الحركي. القدرة على الربط الحركي، شو يعني الربط الحركي؟ يعني ان نرتب هالحركات مع بعض، ناخذ الحركات الجزئية اللي بتتكون من مهارة معينة ونقدر نربطهم مع بعض. اني انا اخذ اكثر من مهارة واركب هالمهارات مع بعض، هذه نسميها قدرة على الربط الحركي، قدرة على ان اعمل تكنيك. هذا نستخدمها في تدريب المهارات وفي التكنيكية المنفردة، وممكن نستخدمها كجزء من المنافسة. يعني نأخذ جزء من المنافسة، جزء من المهارات، ونرتب هذه المهارات مع بعضها. يعني لاعب السباح لما يعمل عملية السباحة هو كاد بربط الحركات مع بعض بين حركات الذراعين والرجلين، فهذا بحاجة لإيش؟ بحاجة له قدرة على الربط الحركي، إنك تربط حركات الذراعين مع حركات الرجلين.
تربط بين حركات الجذع وحركات الرجلين، فأنت حتى تقدر تربط بين هذول الأشياء في قدرة بنسميها قدرة الربط الحركي. لاعب زميلي مرر الكرة، مرر الكرة وأنا استقبلتها على صدري، عملت عملية توكيد تثبيت للكرة أو أخذت على صدري. المهارة الثانية بدي أربط لها فيها التمرير، المهارة الثالثة اللي بدي أجرخ الموضة جديد، فصار في عندي أني أنا قدرت أربط بين مهارات مختلفة. عشان إيه؟ لازم ندرب على القدرات التوافقية حتى اللاعب يكون جاهز للربط بين المهارات هذه. إذا صار في عندنا النقطة الثانية اللي هي النقطة الأولى اللي هي القدرة على تحديد الوضع أو تقدير الوضع، النقطة الثانية القدرة على الربط الحركي. القدرة الرابعة أو الثالثة من القدرات التوافقية اللي هي القدرة على بذل الجهد المنافس. لازم أنت كلاعب لما أنا بدي تلعب لي 90 دقيقة لازم يكون في عندك تأدية الحركات بصورة منسقة من حيث القوة والزمن والمكان. يعني أنا ما بدي أستخدم كل عضلاتي في تمريره، ما بدي أستخدم كل إيش عندي في حركة واحدة، لأن أنا المباراة معي راح تطول. لما أنا بلعب كاراتيه بدي أستخدم كل كوتي في لكمة أو في ضربة رجلين أو في إشي، معناها أنا راح ما أكمل المباراة. فلازم يكون عندي نوع من توفير الجهد، وهذا ما بيأدي اللعب مش بخاطرة. اللي بيأديك أو بخليك أنك أنت تعمل هذا الموضوع هو القدرات التوافقية إذا كانت موجودة عند اللاعب. تمرير الكرة بين زميل وزميل لازم يكون في عندي قدرة أني أنا أعرف كديش الجهد اللي أنا بدي أودي الكرة لعلاء، بينه وبين علاء مترين، مش بالضرورة أبذل جهد عالي حتى أوصل طابة لمترين. فلازم يكون عندي قدرة على بذل الجهد المناسب، وهذا الحكي بيجي عن طريق إيش؟ عن طريق القدرات التوافقية. لاحظوا الناس اللي ما بتلعب كرة قدم أو اللي ما تدربت على القدرات التوافقية بشكل صحيح، ما لعبت رياضة، لما تروح على تأخذ مساق كرة قدم وتمرر مثلا، تروح معها الكرة عشوائية معنا بذلت جهد عالي فيه بالأخص البنات، تمنها تمرر الكرة لزميل قريب لأنها بتبذل جهد عالي تمنها بتوصل. لما لعبت كرة واحد بتروح ترسل بتبذل جهد عالي وما بتوصل للإسلام، لأن ما في عندي قدرة على بذل الجهد المناسب وتشغيل العضلات المناسبة من حيث القوة والزمان والمكان. ما في عندي قدرة، ما تدربت على القدرات التوافقية وأنا صغير كطالبة كبنت، بالذات البنات بيعانوا من هذه القصة لأنهم ما انخرطوا في أندية، فبتلاقي ما عندهم قدرات توافقية اللي تساعدهم في أنهم يتحكموا في هذه المهارات في بذل الجهد أو الربط الحركي أو أخذ المكان المناسب. فهذه النقطة الثالثة. نروح للنقطة الرابعة اللي هي عبارة عن قدرة الرياضي الحفاظ على التوازن. وهنا التوازن يعني أخذنا التوازن اللي كان عنصر من عناصر اللياقة البدنية، مقوم اللياقة البدنية، وأصبح هو قدرة توافقية، وهي قدرة الجسم على الحفاظ، قدرة اللاعب على الحفاظ على الجسم في وضع معين. وهذا الوضع المعين قد يكون من الحركة وقد يكون من الثبات. يعني أنا ممكن أني أنا أقول هذا اللاعب عن التوازن أثناء الحركة، وممكن يكون هذا التوازن من خلال إيش؟ من خلال الثبات. وهذه الأمور بنستخدمها مع لاعب، يعني أنا لما الاحتكاك بين لاعب ولاعب في مكاتفة في كرة القدم، إذا أنا ما عندي توازن وما عندي قدرات توافقية اللي هي جزء منها التوازن، ما راح يكون عندي اللي هو قدرة على أن أحتفظ في جسمي، ما بتشوفني إلا أنا وكعت، لأني ما قدرت أشغل العضلات، ما قدرت أخذ الثبات الصحيح في عملية التوازن. لاعبين المصارعة واللي بتكون في الألعاب القتالية بيحتاجوا لهذه القدرة بشكل عالي، لاعبين كرة السلة بنفس الطريقة. فلازم يكون في عندي تدريب مكثف للقدرات التوافقية حتى يصل اللاعب، إما من خلال تدريبات منفصلة عامة أو من خلال تدريبات بنسميها مع الكرة اللي بتخدم المهارات أو بتخدم الجوانب البدنية الأخرى. القدرة الرابعة صار في عندنا قدرة اتخاذ الوضع، وقدرة الربط الحركي، وقدرة بذل الجهد المناسب، وقدرة الحفاظ على التوازن. وبنيجي للقدرة الإيقاعية، والقدرة الإيقاعية إن اللاعب يدرك إيقاع الحركة الذاتية. يعني يعرف إن أنا لما أصوب مثلا في كرة السلة بعرف إن الكرة طلعت برا لأن الأداء طلع معي مش بشكل صحيح، الإيقاع تبع التصويب ما كان بالشكل الصحيح. القدرة الإيقاعية إيجاد الإيقاع المناسب للحركة،
بدك توجد الأداء الحركي، التسلسل الحركي لهذه الحركة من شان أقدر أنفذها، الإيقاع الحركي. هذه العمليات في التدريب على القدرات الإيقاعية بالعمل على العمليات التدريب الإيقاعي راح يساعدنا في أن نتعلم المهارات بإيقاعها السليم، مثل نعطي مثلاً سباق الحواجز، حركات الجهاز الإيقاعي، نعطي مثلاً تمرينات على الموسيقى بحيث أن الجميع يشتغل بنفس الوقت. هذه الحركات الإيقاعية مهمة جداً أن احنا ندرب اللاعبين عليها من أجل نصير في عنا رونق وجمال في عملية تعليم المهارات. إذن نرجع للخمس عناصر اللي خدناهن: القدرة على التعرف على الوضع، والقدرة على الربط الحركي، والقدرة على بذل الجهد المناسب، والقدرة على الحفاظ على التوازن، والقدرة على الإيقاعية أو العمل الإيقاعي. ونيجي للقدرة اللي بعدها اللي هي بنسميها القدرة على الاستجابة السريعة. الاستجابة السريعة احنا كنا عنصر من عناصر اللي هي السرعة، لكن هنا ممكن نستخدمها، ممكن نصنفها كجزء من القدرات الحركية، القدرات التوافقية. ليش؟ لأن قدرة الرياضة على تنفيذ الحركات المترتبة على إشارة معينة، إما سمعية أو بصرية أو أي كذا، إنها البني آدم اللي عنده سرعة رد فعل، إنه يكون الفرق بين المثير والاستجابة يكون قليل. فهذه العمليات الاستجابات بتكون تدريبها في سن صغير جدا جدا، حتى ندرك إن اللاعب عنده قدرة إنه يصير في عنده سرعة استجابة. ومن هذه الشغلات اللي هي حركات البدء اللي ممكن يعني اللاعب نعطيه حركات بدء، لف ظهرك وصافرة، يعني الحركات الاستجابة المركبة والاستجابة البسيطة اللي أخذناها في المحاضرة السابقة، إن اللاعب ممكن يكون بعمليات حركات استجابة بسيطة، ممكن يكون فينا حركات استجابة مركبة للخصم إذا أنت ما كنتش عارف المثير القادم، يكون المثير متغير، فهذا بصير استجابة مركبة. فالقدرة على الاستجابة السريعة هي إنك أنت تكون الفترة الزمنية بين المثير وبين الاستجابة تكون قصيرة، وهذه بتيجي عن طريق نسميها قدرة من قدرات التوافقية. أما النقطة السابعة من القدرات التوافقية، القدرة على التكيف على الأوضاع المتغير. هذا تغيير البرنامج الحركي المراد تنفيذه، يعني احيانا بصير عندنا ظروف متغيره داخل المباراه، اعطاك المدرب طريقه معينه في تنفيذ المهاره، بتلاقي اللاعب لازم يقدر عنده قدره انه يغير في تنفيذ. انا طلع صوب في كره السله، لقيت في لاعب طلع البلوك، ممكن امرر، هاي انا غيرت في حسب الظروف المتغيره اللي صارت. فالظروف اللي صارت قدامي أعطانا المدرب إن أنت بس تصلك الطابة أعطي باص. إذا أنا عندي قدرات توافقية عالية لازم يكون عندي تكيف في أوضاع المتغيرة، وأنا أعطي باص مثلاً إن شعرت اللاعب متسلل ما بعض. فالقدرة على التكيف في الأوضاع المتغيرة إني أنا أغير البرنامج الحركي اللي أنا بدي أنفذه بما يناسب الحالة الموجودة، لأن الظروف في داخل المباريات تختلف عن الظروف في التمرين. وصراح يظهر عندك، يطرأ عندك كذا كمدرب، لازم تحط في مخك ان في ظروف عندي تتغير بين الحين والاخر، لان الخصم مثل ما انت جاي تفوز هو جاي يفوز، عنده امكانيات وظروف داخل المباراه تختلف. فتاديه حركه خداع بدلا من تسديد كره مباشره في كره اليد ممكن تعتبرها جزء. انا باجي بدي اصوب مرر، بدي امرر لا صوب، بدي امشي خطوات، يعني اي طريقه انت بتستخدمها من هذه الشغلات حسب الظروف المغيرة المتغيرة بنكون القدرة على التكيف في الأوضاع المتغيرة. فالقدرات التوافقية هذه هي أساس في تطور الأداء الحركي، هي أساس عناصر مهمة في تعلم المهارات، في التكيف الحركي، وفي التحكم الحركي. ثلاث عناصر اللي حكينا عنهم اللي هن التعلم الحركي والتكيف الحركي والتحكم الحركي. في هذه العناصر اللي هي القدرة على التكيف في الأوضاع المتغيرة لازم ندربه باستمرار على ظروف راح تتغير، راح يطلع معك ثلاث بلوك في كرة الطائرة، إذا طلع معي بلوك واحد لازم ندربه عليها، لازم اثنين. إذا صار في القدرة على الاستجابة السريعة أعطيه مهارات مختلفة للمعد، أعطيه عدة كرات، أعطيه 20-30 كرة خلال فترة زمنية قصيرة، حارس المرمى صوب عليه طابة 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 بحيث إنه يروح لطابة على سرعة استجابة. ف
في نفس الوقت لما انا القدره على الايقاع لازم اني انا اظني في اللاعب، اعطيه تمرينات ايقاعيه، هذه التمرينات الايقاعيه اللي بتكون على رمى معينه او طريقه معينه حتى بوتشا يصير في عنده قدره ان يطبق المهارات بايقاعها السليم، ولازم يكون اللاعب عنده قدره على التوازن بالضربه، تمرينات التوازن، وهذه تمرينات التوازن قد تكون من الحركه الديناميكيه وقد تكون من الثبات، وايضا لازم اساعده في انه يستخدم الادوات الجهد المناسب للمهاره والقوه المناسبه للمهاره، وايضا يكون بالربط بين المهارات المختلفه من استقبال الكره وتمريرها، تمرير واستقبال، وهذه الامور جميعها ايضا بدي اساعده على القدره على تقدير الوضع، وإن أعطيه ظروف مختلفة إن يصير في عنده إحساس في مكانه بالنسبة للخصم ومكانه بالنسبة له اللي هو الأدوات اللي بيستخدمها في المباراة. هذول القدرات السبعة اللي بنسميهم القدرات التوافقية. طيب شو القواعد اللي ممكن تفيدني في التدريب على هذه القواعد؟ أول قاعدة بدك تحطها في مخك إن القدرات التوافقية يجب التدريب عليها في عمر مبكر. ليش؟ لأن الجهاز العصبي بيكون جاهز للاستقبال لحد 12 سنة، بيكونش في طبقة بتكون موجودة فوق الدماغ ما بتكون موجودة وكاملة قبل 12 سنة، فأنا بدي الجهاز العصبي المركزي اللي بيتحكم في جميع الحركات سواء الحركات المركزية أو الأطراف أو الحركات الانعكاسية بدي إياه يشتغل عليهم في سن مبكر. الجهاز العصبي المركزي يا جماعة في سن مبكر بيكون أسهل لإدخال المعلومات عليه. كل ما تقدمنا في العمر راح يصير فينا صعوبة في تدريب القدرات التوافقية. عملية التعلم في سن البلوغ وما بعد البلوغ بتكون ممكنة، لكن مش بالضرورة بتكون ممكنة إذا كان في عندي قدرات توافقية وعندي ذخيرة من القدرات التوافقية السابقة. كل ما كان في عندي أنا كلاعب مرجعية لهذه المهارات من خلال القدرات التوافقية اللي اشتغلت عليها وأنا صغير التدريبات على السلم، التدريبات بين الحواجز، التدريبات بين الأقماع، التدريبات اللي بتكون فيها سرعة ربط فعل، التدريبات اللي بتكون فيها ربط حركي بين حركة وحركة، هذه جميعها كونت سيارات عصبية، هذه راح تفيدني في تعليم المهارات إذا كانت موجودة من الصغر. مش موجودة من الصغر راح تلاقي لاعب بس يصبح صعب جدا أنك أنت تعلم المهارة. فالقاعدة الأولى يجب البدء بتدريب القدرات التوافقية في سن مبكر. القاعدة الثانية من أجل تنمية وصقل القدرات التوافقية لازم يكون في عندي تنوع في تدريب القدرات التوافقية ويكون هذه التدريبات هادفة. يكون في عندي تنوع ويكون في هدف لهذه التمرينات إن يكون تعرف إنه أصلاً مبدأ من بداية التدريب إن نعمل التنوع في التدريب وتكون هذه التدريبات ذات حركات تبدا على السرعه، معتمدة على الدقه، بتبدا على تفيد الاداء الحركي للاعب للعبه التخصصيه، فحتى انا استغل القدره دي لازم اكون بالتنويع في عمليه التدريب على القدرات التوافقيه، هذا لازم بلش فيهم في السن المبكر، ولازم نكون بعمليه التدريب عليهم في مراحل بشكل تنوع. أول إشي لازم أبلش في القدرات التوافقية العامة بدون ما أروح على أجهزة خاصة في اللعبة، وبعدين بقوم بعملية تدريب. يعني القاعدة الأساسية تدريبات التوافقية العامة، والقاعدة اللي بدها تسبقها اللي بترتكز عليها اللي هي القدرات التوافقية العامة اللي بترتكز عليها بعدها بتطلع الطبق الثاني اللي هي القدرات التوافقية الخاصة اللي بتخص الأداء الحركي اللي أنا بدرب عليه. على كرة الطائرة بشوف الأداء الحركي تبع كرة الطائرة، على السلة بشوف الأداء الحركي تبع كرة السلة، وهكذا في جميع الطرق اللي أنا ممكن أستخدمها. ممكن أستفيد من قدرات توافقية طبعاً في وسائل تدريبية عامة، وبعدين نروح على الواجبات الخاصة. يعني أنا برتكز في الأساس على القدرات العامة، بعدين بروح على القدرات الخاصة، بوسع النطاق تبعي، بعدين بروح للخطوة اللي أصغر، ما تروح الخصوصية مباشرة دائما وابدا، ما حدا بروح على الخصوصية مباشرة، دائما في عندي فترة عامة تليها فترة خاصة. تنمية القدرات التوافقية الخاصة من خلال تنفيذ غيرها من مهام التدريب. يعني ممكن انا استخدم ان انمي القدرات التوافقية مع القوة، ممكن اسويها مع التكنيك، ممكن اعملها مع الخطط، ممكن استخدمها
مع التحمل العضلي، ممكن استخدمها مع تمرين الكوع. فمش بالضروره فقط اني انا اعمل على القدرات التوافقيه فقط وابعد اقول ما بدي استفيد من الكوع ما بدي، لا، ممكن اخلط القدرات التوافقيه مع عناصر اخرى او مكونات اخرى من مكونات التدريب. القاعده الخامسه اللي هي التدرج في زياده شده التدريب وصعوبه التدريب، وهنا الصعوبه هي الشده. لازم اصعب في الاداء، شفت اللاعب اعطيته مهام على السله استفاد منها وما شاء الله عملها، بدي اعدل عليها، بدي ازيد من صعوبتها، بدي ازيد من سرعتها، بدي ازيد من قدره الاداء، بدي ازيد من مسافه الاداء، بدي ازيد من سرعه الترددات. يعني بمعنى اني انا لازم امشي ما امشي على ريتم معين مع اللاعب حتى اللاعب ما يصل لمرحله انه يتكيف مع التدريب بطل يستفيد. انا بدي اصلغ اتحدى في قدرات اللاعب، اتحدى في قدرات اللاعب حتى ان اللاعب يبل يظل باستمرار. طيب نرجع لموضوعنا، تنظيم الوحدة التدريبية، تدريب على اللي هو القدرات التوافقية. كيف احنا بدنا ننظم التدريب الخاص في القدرات التوافقية؟ كيف احنا بدنا نستفيد في التدريب من القدرات التوافقية؟ اول شيء بدنا ننوع من حركات المستخدم، مرة بستخدم السلالم، مرة بستخدم العصي، مرة بستخدم التدريبات البليومتري القفز على الحواجز، مرة بستخدم الصناديق، يعني عندي عدة طرق. إذا تنويع الحركات المستخدمة، رفع متطلبات التوافق الحركي، يعني أصعب شوي من هذه القدرات اللي أنا بدي إياها. تكرار التمرين مرات كثيرة، ما بدي أعطي تكرارات عالية، ما بدي أصل دير باتش بتمرينات توافقية تعطى بشدة عالية لكن لا تصل للتعب. شو يعني التعب؟ إذا أنا بدي أشتغل عليها فترة طويلة ممكن أصل فيها للتعب، بدي أعطي فترات راحة كافية. مهم جدا إن فترات الراحة بتكون كافية جدا جدا. لما نقول فترة راحة غير كافية يعني نحكي نقول من دقيقة لدقيقتين، لكن لما نحكي عن قدرات راحة كافية فوق 3 دقائق. فالقدرات التوافقية بحاجة لتكرارات مرات قليلة. القدرات التوافقية رافع متطلبات التوافق الحركي بيصير في عدة طرق. في عنا تغيير وتنويع طريقة تنفيذ الحركة، نفس الحركة بستخدمها بعدة أشكال، بعدة طرق، بعدة مناسبات، بعدة أشكال. يعني أنا مدرب لازم يكون عندي ابتكار، لازم يكون عندي، أنا أخذت فكرة من داود الفكرة تبعته ما عجبته، أنا أخذتها منه بس هذه فكرة بقدر أضيف عليها وبقدر أغير فيها. طريقة تنفيذ الأداء لازم دائما أغيرها، بيجوا بين الأقماع للأمام خليه يجي بين الأقماع للخلف، بيجوا بين الأقماع جري زيكزاك خليه يجي جانبي ويدخل جانبي ويدخل، بدي أعطيه أقماع قريبة من بعض، بدي أعطي قمو على شكل مثلثات، بدي أعطي على شكل أف تمرين لحركات الرجلين، بدي أعطيه على شكل دبليو، بدي أعطيه على شكل أس. هذه التمرينات والتنويع في التمرينات بتساعد في اللي هي تحسين القدرات التوافقية. تنويع التنبيهات للإشارات العصبية، مرة بستخدم السمع، مرة بستخدم العينين، مرة بستخدم اللمس، مرة بستخدم أي طريقة، بدي أظلني أغير في التنبيهات الإشارات اللي أنا بستخدمها للاعب. تنفيذ المهارات الحركية بشكل مترابط، حركية مترابطة، يعني هذه التدريبات المركبة اللي أنا بجمل فيها أكثر من حركة في نفس الوقت. تغيير ظروف التنفيذ، بنفذها على ملعب، بنفذها على الرمل، بنفذها على العشب، بنفذها في الوسط المائي، بنفذها في الوسط الطيني، يعني بغير في ظروف تنفيذ المهارة الأداء اللي أنا بكون فيه. مرة بستخدمها بالطريقة الملاعب الصحيحة، إذا أنا بلعب كرة قدم على الجيل ممكن أوضع على الرمل ويغير في طريقة تنفيذ الأداء. النقطة الخامسة، تأدية الحركات بعد القيام بأعمال متعبة بدنيا أو نفسيا. إن أنا ممكن أساعده في إن أعود على ظروف ثانية بعد الجانب البدني، إن أخليه يكرر هذه المهارات لكن غير مفيد. أول شيء إن أنا دائما لما بدي أطور، أنا بدي أتأكد لما بدي أطور، بدي أطور بعد في الجهاز العصبي يكون جاهز، الجهاز العصبي، لكن مش أتأكد من وجود الحركة في ظروف المباراة ممكن أطبقها في خلال لما يتعب اللاعب. إنها كله بدنا نسوي 1-2-3، لأن اللاعب راح يمر في ظروف نفسية صعبة، راح يمر في ظروف بدنية صعبة، فممكن نأديها فقط من أجل إني أكون بعملية التأكيد على المهارة إن مستوى الأداء ما راح يكل نتيجة التعب. تأدية الحركات في وقت ضيق، ممكن أضغط في الوقت،
اما انا ازيد الزمن معناها انا ايش رفعت الشده، ممكن اغير في في الزمن اللي بدي اياه. انا بدي اعطيك هالكيف تساوي هذا التمرين في 10 ثواني، بدي تسوي لي في 8 ثواني، فانا ضيقت وقللت من اللي هو الزمن اللي انا بدي اياه. فالقدرات التوافقيه بدنا ننوع في تدريبها، بدنا نرفع متطلبات التوافق الحركي، بدنا نكرر التمرين مرات قليله، بدنا نغير في تنويع طريقه الاداء، بدنا نغير في التنبيهات اللي بنستخدمها، في الاشارات اللي بنستخدمها، بدنا ننفذ مهارات حركيه مع ربطها مع حركات ثانيه، بدنا نغير في ظروف التدريب، بدنا نأدي الحركات في وقت ضيق. هذه بالنسبه لتنظيم التدريبات. شوفوا عندنا هنا عشان نفهم القدرات التوافقيه بشكل صحيح وبشكل افضل، يعني قدامنا شو القدرة، شو الهدف من تنميتها، والإجراءات اللي بدنا نكون فيها. ناخذ القدرة على الوضع الحركي لتحديد الوضع. هنا إني أنا أخذت معلومات، والمعلومات هذه عن الوضع المتغير اللي بدي أروح عليه بشكل صحيح، وأقوم بعملية هذه المستقبلات البصرية عن طريق المستقبلات البصرية. أنا بدي أجري لمكان معين، بدي أعمل تمرين معين، بدي إيش الهدف منها؟ إني أنا هالمعلومات اللي تجيني من المعلومات البصرية أستقبلها بشكل صحيح وأستوعبها، مش فقط إني أنا شفت بس، أنا لازم أستوعب الفكرة الموجودة. هذا بالنسبة للتدريبات اللي هي تقدير الوضع. طيب شو الإجراءات اللي ممكن يكون فيها؟ هنا مثلا يكون اللاعب الوثب، الدورانات حول المحور، هنا التدريبات يكون حركات في وقت محددة بتترابط مع اجتياز اللي هي هذه من ضمن التمرينات. كنا مثلا كل اللاعب اللي هو يكون بعملية الوثب في المكان أو الوثب على الحواجز، الوثب مع الدوران. هنا اللاعب لما كله يكون بعملية الوثب من خلال الدورانات، معناها إن اللاعب لما أنا لف بدي أعرف الوضع اللي بدي أجي عليه. ممكن أستخدم ال مثلا جري سريع عشان تستقبل كرة، جري سريع عشان تستقبل كرة. أنا دركت الوضع الموجود وأخذته بالمستقبلات الحسية الموجودة عندي، معناها أنا بدي أقدر الوقت المكان الجديد واستوعب الأمور اللي أنا بدي أخذ الكرة بعد مترين لقدام أو خلف المدافعين. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. نروح للنقطة الثانية اللي هي الربط الحركي. وكلنا الربط الحركي أنك ترتب الحركات من الحركات الجزئية مع مجموعة من الحركات الأخرى، مع مجموعة من الأعصاب، مع مجموعة من العضلات، حتى يصير في عندي ترابط في هذه الحركات. ممكن نربط حركات المشي والجري والحجر والوثب. أنا ربطت بين هذول الأربع حركات، الجري المتعرج بالزمن مع الربط من حركة الذراعين. يعني أنا ممكن أخلي اللاعب يكون بعملية المشي أو عملية الجري الزجزاك ما بين الأقماع، ويكون بعملية حركة الذراعين، حركة الذراعين، مشان ايش؟ يصير في عندي ربط بين الحركات. هذا اذا انا بدرب على الربط الحركي، انا ما بدرب على مهارة، لكن ممكن اعطي تدريبات ربط حركي مع المهارة من خلال ايش؟ نطط في الكرة ومرر في رجلك، نطط في الكرة ومرر في رجلك، او ارمي الكرة في كرة السلة ونطط على الارض. فانا ربطت بين حركتين، فانا عملت على عملية الترابط في الاداء الحركي. بنروح على الايقاع الحركي، وهنا الإيقاع الحركي إن يكون في عندي تناسب في الحركة، يكون في عندي ستايل حلو، تحكم في سرعة الانقباضات العضلية. هنا ممكن إن أنا تنفيذ الحركات المركبة من مشي وجري وحجل، وهذه ممكن تمرينات تفيد في الإيقاع الحركي. ممكن أستخدم تمرينات ثنائي، ممكن أستخدم تمرينات زوجية، ممكن أستخدم تمرينات بالأقماع، ممكن أستخدم تمرينات للإيقاع الحركي، مجموعات مثلا اللي يكونوا في أداء الحركات بنفس الوقت. ممكن أستخدم تمرينات مختلفة حتى أحسن الإيقاع الحركي عند اللاعب، نتيجة لأن هذه من الشغلات المهمة اللي بتساعد في تطوير ستايل الأداء بشكل أعلى. لما أنا أنوع له في هذه التمرينات بين حركات مركبة من المشي والجري والحجر بإيقاع سليم وبطريقة متناسقة، هذه الأمور جميعها تعمل على تركيبة عند اللاعب، بحيث أن يصير في عندي تركيب في عملية اللي هو التدريب الحركي والمسارات الحركية بتتحسن عند اللاعب، فبصير في عندي قدرة أني أدرب على المهارات بشكل أفضل. رد الفعل الحركي، هذا رد الفعل الحركي اللي هي كنا أن يكون في عندك
استجابات سريعه للمتغيرات اللي بتصير في سواء كانت الاستجابات حركيه او استجابات مركبه. هذه الاستجابات الحركيه لازم تكون عند اللاعب بشكل كل ما انا زدت او قللت الفتره الزمنيه بين المثير والاستجابه راح يصير في عندي سرعه اداء حركي اسرع، منها اداء الحركات البدء. في حركات كثير ممكن تساعدنا على اللي هو تدريبات المربع، صف اربع لاعبين جنب بعض للفضول، انا لما المس لاعب يكون هذا بده يصير في عند البصر هو اللي قاعد بحس، ممكن استخدم الاذنين من خلال اشاره معينه غير الاتجاه في الجري. هذا انا كان بستخدم عمليه التسريع او سرعه رد الفعل. التاقلم الحركي هو ان اللاعب يتكيف مع الحركات المناسبه المتغيره وياخذ اوضاع متغيره، لما يصير في ظروف داخل المباراه متغيره يصير في عنده قدره ان هذا اللاعب يتكيف مع هذه الظروف المختلفه، ما يصير في عنده نوع من عدم التاقلم والتكيف مع الظروف اللي بتصير داخل المباراه. هذا ممكن اعطيه شغلات كثيره، تمرينات مركبه شبيهه بالمباراه اللي بتصير في المباراه، تدريبات يعني باخذ جزئيه من المباراه وبسوي اللي بنسميها عمليه اللي هي حالات اللعب اثناء المباراه في التمرينات المركبه. والعنصر الاخير التميز الحركي، وهذا التميز الحركي اللي هي نساوي حركات بصوره منسقه للتمييز والدقيق بين المعلومات اللي بتكون في ضوء البرنامج الذهني. هنا لازم يكون الذهن عنده قدره، في هذا الذهن الموجود عندي في داخل الدماغ مكون صوره بصوره عاليه بالشكل الصحيح للحركات الدقيقه للمهاره اللي احنا بنكون فيها. هنا طبعا بدك تعطي ايش؟ تدريبات منوعه للاعب من اجل انه يصير في عنده قدره على التمييز الحركي للمهاره، بدنا ننوع في المهارات في تنفيذها في سرعه الاداء تبع المهاره، يعني مهاره تتادى بسرعه بسيطه بدي ازيد من سرعه الاداء عند اللاعب من اجل اني انا اقدر اني احسن من التمييز الحركي. هنا في عندنا مثال يا جماعه خلينا نشوفه مع بعض، سويناه لمدرب عام للاعبين كره الطائره، فجايب القدرات الحركيه السبعه وحاطط المستقبلات التنبيهيه اللي ممكن نستخدمها البصريه والسمعيه والتوازن الاحساس، وهنا معطي مجموعه من التمارين اللي ممكن تفيد هذا الموضوع، مجموعه من التمارين اللي ممكن تفيد هذا الموضوع. لو رحنا على واحده منهم اللي هي الاولى اللي هي تغيير الوضع الحركي، تغيير الوضع الحركي نستخدم فيه الحاسه البصريه لما انا بدي اخذ وضع جديد، ممكن استخدم الحاسه السمعيه واستخدم التوازن ونستخدم الاحساس. طيب شو التمرين اللي ممكن اقدمه لهذه الشغله؟ في عندي تمرير، لا حاطط لي تمرير مع تنطيط كره اخرى، يعني انا بمرر انا وزميلي وفي نفس الوقت بنطط في الكره على الارض. طيب انا لما استخدم هذا التمرين شو انا بدي في هذا التمرين؟ شو انا ممكن افيد في هذا التمرين؟ لاعب عمره 11 سنه راح استفيد منه كالتالي، راح استفيد منه في عمليه ايش؟ تقدير وضع الحركه، لانه لازم يظل محافظ على الوضع الحركي تبعه باستخدام اللي هي حاسيه السمع وحاسيه البصر وحاسيه التوازن وحاسيه اللي هي الاحساس بالمكان. ايضا بستفيد منه في ايش؟ في الربط الحركي، لانه ربط بين عده حركات في نفس اللحظه، ونفس الشيء راح استخدم هذه الحواس ما عدا السمعيه، وايضا راح استفيد منها في رد الفعل الحركي، وراح استفيد منها في التكيف الحركي لانه راح اغير في ظروف اللعب. هنا تمرينات برضه وقوف على مقعد سويدي وتمرير، لاعب واقف على فوق مقعد سويدي او بحط له مثلا اي شيء ثاني، نفس الشيء بستفيد منها في تقدير الوضع الحركي، بستفيد منها في الربط الحركي، بستفيد منها في التميز الحركي. اذا هذا بننهي القدرات الحركيه اللي احنا حكينا عنها اليوم، ناخذ بعض التمرينات الفيديوهات اللي بيستخدموها المدربين في عمليه الربط الحركي والتدريبات التوافقيه، نشوف هذا المدرب قاعد بيشتغل مع لاعبين صغار في العمر ناشئين، بنطط اللاعب المرة فهو بربط عده حركات وبياخذ الوضع وفي نفس الوقت بيعمل على التكيف في الحركه، فهو بيشتغل على القدرات التوافقيه عند اللاعب. وممكن تقول لي ما هو بيشتغل اخرى على قدرات بدنيه، ممكن بيشتغل على قدرات تدريبيه، هاي لاعب صغير برضه استخدم السلم في عمليه قدرات توافقيه للرجلين، فانا بربط عده حركات مع بعض
في نفس الوقت هاي بنقطة الربط الحركي والتمييز الحركي استخدمناه في هذه المهارات. هاي صحيح. هذه المهارات يا جماعة مع الصغار ضروري جدا نشغل عليها باستمرار، يعني الولد الصغير لازم باستمرار. هذولا بخذن نصيب الأسد في التدريب، نصيب الأسد في التدريب عند اللاعبين. لاحظ اللاعب كديش عنده قدرة توافقية، لو جينا هذيك اليوم أعطيناه في الجامعة هذا الشيء، اللاعبين ما كانوا يطبقوه، بعض التمرينات وأبسط من هيك. شوف اللاعبين بيستخدموا حتى يعني كذي بس بيربطوا حركات في بعض عن طريق الربط الحركي، إلا أن لأن اللاعب بتدرب عليه وهو صغير، إمكانيات الدماغ تبعه تستوعب هذه الأمور على طول، قاعد بيستوعب هذه الشغلات اللي بتدرب عليها بسهولة، بينما إذا تأخرنا على اللاعب هذه الحركات راح يكون في عندنا تعليم المهارات راح يكون صعب. لاحظ برضه الجهة الثانية، شوف كيف بيشتغل عليهم قاعد، تغيير الاتجاه واتخاذ الوضع. المدرب يعني قاعد بيشتغل بطريقة سليمة. هذه التمرينات احنا مرات بنقفلها لان احنا بنفتش اللاعب بنجيب خطط للولد الصغير، هو ما بيستوعب الخطط اللي ما موجود عنده تعلم مهارات بشكل صحيح. يعني ادوات بسيطه قاعد بيشتغل عليها المدرب. نروح على نوع ثاني من التدريبات، هو اخر نوع راح نستخدمه يعني. لا شكلي محيها والمفرج معناها. هاي هذا اللاعب بيساوي شغلات قدرات توافقيه برضه. يعني حط هالإكس بس، شوفوا بيشتغل عليه، بس حط حرف زائد شوفوا بيقدر يشتغل عليه اللعبة. مش بحاجة لأدوات، مش بحاجة لإمكانيات، هاي إشارتين في قلب الكتف بس. لاحظ واحد قدرات توافقية بيشتغل عليها، دمج الحركات مع بعض، الربط الحركي. لاحظ الربط الحركي واخذ الوضع. شوف التمرين. تمرين اخذ وضع. وفي نفس الوقت ربط حركات في بعض. طيب احنا هيك بنكون خلصنا، إذا في حد عنده استفسار قبل ما نطلع.